شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساقي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك على سيد المرسلين احبتي سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نواصل معنا او نواصل معا السير. في طريقنا الذي بداناه مع سير المحبين ونقف هذه المره موقفا مخالفا لكل ما ذكرنا يروى ان عبد الملك بن مروان كان قد ضرب بعثا الى اليمن وطال هذا البعث وبلغ العامين فكان عبد الملك بن مروان يوما في دمشق فقال والله لأخرجن هذه الليلة إلى دمشق لأرى ما يقول الناس في هذا البعث الذي غربت فيه رجالهم أو رجالهم وأغرمتهم أموالهم فخرج عبد الملك بن مروان متنكرا يطوف بشوارع دمشق فمر على بيت فإذا بامرأة تصلي فلما أن أتمت صلاتها لفلفت رداءها رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم مسير السحب ومنزل الكتب ومعطي الرغب أسألك أن ترد غائبي فتكشف به همي وتقر به عيني وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان في هذا الشأن ففزع الرجل لسماعه هذا هذه الدعوه المتميزه ان ترد غائبي لتقر به عيني وينكشف به همي واسالك ان تحكم بيني وبين عبد الملك في هذا الذي احدثه فينا عبد الملك بن مروان في هذا البعث لم يراعي طبيعه الخلق فغيب الرجال على أزواجهم طيلة سنتين طيلة عامين وكانت المرأة التي غاب عنها زوجها في الثغور تسمى المغيبة ثم تمثلت بهذه الأبيات فقالت تطاول هذا الليل فالعين تدمع وأرقني حزن لقلبي موجع فبت أقاصي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي بالجوى يتقطع إذا غاب منها كوكب في مغيبه لمحت بعيني كوكبا حين يطلع كانت ساهره كل ليله إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فؤادي حسرة يتصدع وكل حبيب ذاكر لحبيبه يرجى لقاه كل يوم ويطمع فذا العرش فرج ما ترى من صبابتي وانت الذي يدعو العباد فيسمعوا المستوى امراه من عامه الناس امراه مطموره لا يعرفها احد يغيب عنها زوجها في الثغور فترفع يديها الى الله بهذه النفحه الجميله وبهذا الادب الجم وبهذه الصوره الراقيه عبد الملك بن مروان يفزع لهذه الصوره فيسال من يرافقه اتعرف هذا البيت فيقول نعم انه لفلان فلما اصبح عبد الملك بن مروان ارسل الى عامله في اليمن القائم على جند الثغور فقال له ارسل فلان بن فلان فلما جاء اليه حمله عبد الملك بن مروان بشيء من المال وشيء من المتاع وقال اذهب الى اهلك وهذه من الرحمات النادره جدا ولعل المسلمون هم اول من سنوا هذه السنه الجميله في ان يعود المقاتل من الثغور وان يعود الجندي من الثغور وسبب هذا الامر كله انما هو المشاعر وقد حدث ما يشبه هذه القصه على ايام الفاروق عمر، وكان لعمر موقف عجيب يتماشى مع الفطره الانسانيه ومع سنن الله في الكون، قيل ان عمر كان من عادته ان يخرج كل ليله يعس بالمدينه فاذا راى الفاروق عمر منكرا انكره، واذا راى معروفا سانده وباركه فكان ذات ليله في احد شوارع المدينه فسمع امراه على سطح بيت تقول تطاول هذا الليل واخضل جانبه وارقني الا خليل الاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه ثم رفعت يديها إلى السماء ودعت الله عز وجل وقالت لا هان على عمر ما لقيت الليلة وعمر يتسمع لهذه النفح يتسمع لهذه الأنة عمر إقتفي اثار العورات الموجوده في امته كي يصلحها ويبحث عن الخلل ليسده تطاول هذا الليل واخضل جانبه وارقني الا خليل الاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافه ربي والحياء يصدني واكرم بعلي ان تنال مراكبه على النساء المسلمات أن يقتدينا بهذه الصورة. وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. كم فرطنا في هذا الأمر. وكم جارينا المجتمعات الأخرى والشعوب الأخرى التي لا دين لها ولا ملة. وكم صارت أخلاق المسلمين وضيعة مقارنة بهذه الصور الجميلة. فدق عليها الفاروق عمر الباب. فقال افتحي يا امراة فقالت من هذا الذي ياتي الى امراه مغيبه في مثل هذه الساعه فقال افتحي فلما الح عليها قالت والله لو علم امير المؤمنين بشانك لعاقبك بشده فقال افتحي يا امراه فابت عليه فلما علم عفتها قال افتحي انا امير المؤمنين فقالت كذبت والله ما انت بامير المؤمنين فجهر لها وكان للفاروق عمر صوت جهور ومتميز بين المسلمين فجهر لها ورفع صوته فعرفته ففتحت له الباب فقال لها اين كيف قلت فاعادت اليه ما قالت فقال لها اين زوجك قالت في ثغوري او في ثغر كذا وكذا فلما أصبح الفاروق عمر أرسل إلى هذا الثغر أن أرسل فلان ابن فلان فلما قدم عليه قال اذهب إلى زوجك ودخل على ابنته حفصة فقال لها يا ابنتي كم تصبر المرأة على بعلها أو كم تصبر المرأة على زوجها على فراق زوجها فقالت يا أبتي تصبر شهرا أو شهرين أو ثلاث وفي الرابع ينفذ صبرها الذي يرعى الانتباه او الذي يشد الانتباه في هذه القصه الفاروق عمر بشدته وغلظته وانتم تعرفون سيرة عمر يرق قلبه لهذه المرأة ويرجع جنديا من الثغور، ثم يدخل على ابنته فيحاورها هذا الحوار الغريب الذي صار ممقوتا نبغضه بين ظهرانينا الآن فهل يا ترى من الممكن ان نتصور ان المتدين في هذا العصر قد يدخل على ابنته فيقول يا ابنتي كم تصبر المرأة على زوجها؟ وتجيبه بكل اريحية وكانت اجابة حفصة قانونا او قاعده للثغور او للبعث فجعل الفاروق عمر البعث لا يتجاوز الثلاث اشهر ثم يعود الجندي الى بيته لماذا؟ لان زوجته لا تصبر عليه اكثر من هذه المده فكانت بذلك قانون للدوله سبب هذا القانون هي تلك المشاعر التي تحركت ذات ليله سبب هذا القانون هي تلك المشاعر التي تحركت في 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 ليل مظلم مستتر الله عز وجل اراد ان يطلع عليه امير المؤمنين وان يجعل منه قانونا يعممه على الناس تطاول هذا الليل واخضل جانبه وارقني الا خليل الاعبه هذه العباره كانت سببا في ان يرحم الفاروق عمر كل جندي يبعثه ليقوم على ثغر من ثغور الاسلام ان يعيده كل فطره وفطره من حين الى اخر كي يخلو الى اهله وكي يانس باهله ولكي يطفئ الصبابه التي يشعر بها هو او تشعر بها زوجته والاسلام العظيم والمجتمع الذي رباه الاسلام كله على هذا النحو لا لا يخاف من من التعامل مع الفطره، لا يخاف ان يكون منبسط السرائر وهو يتعامل مع ضرورات اودعها الله عز وجل فيه، وانما الشيء الجميل ان هذه الضرورات لا يطمع ان يشبعها في غير طريق الله. هو لا مشكله لديه. المراه أباحت للفاروق عمر بالأمر فلم تكتمه شيء فلم تقل لا والله يا خليفة رسول الله إنما أنا هاك لا 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 قالت الأمر مصر عليه الأمر مصر عليه وتهدف إليه ولا مشكلة لديها مثل ما عندنا نحن اليوم نخفي ضروراتنا إذا كان الأمر في النور ثم نشبع هذه الضرورات في الظلام كالخفافيش على المجتمع ان يفهم هذه الحقائق. على المجتمع ان يدرك ان الاخلاق انما ترتقي وترتفع اذا نحن استطعنا ان نجعل منها يعني مشاع جميل بين الناس منشور في حفظ الضرورات وفي اشباع الضرورات وفي التعبير عنها فلا اعتقد ان الفاروق عمر اقل خلقا من احدنا حتى يدخل على ابنته فيقول يا ابنتي كم تصبر المراه على زوجها لانهم قوم يريدون وجه الله قوم يحترمون ما ذراه الله وما اودعه في النفوس فصار الهم عندهم الاخره وليس الدنيا فكان هذا الحوار الجميل بين عمر وابنته وكان هذا القانون الذي سنه عمر نتيجة هذا الحوار الذي بني على تطلع امراه في ان يعود اليها زوجها من الثغور. ما ارحم هذا الدين وما اروع هذا المجتمع الذي صاغه هذا الدين وما احوجنا لان نعود الى هذه الماثر ونقتفي طريق هذه المفاخر نسال الله العافيه ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي.